برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. أكيد النهاردة هتكون حلقة مميزة جدا، بنقول كلنا بندعي ونترقب مباراة الغد إن شاء الله، مباراة النادي الأهلي أمام فيتا كلاب في المشوار الأفريقي. كل التوفيق يا رب لفرقتنا، وبإذن الله الفوز والعودة بثلاث نقاط إن شاء الله تكون هي بوابة الوصول لدور الثمانية.